مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مكناس، اللي غادي نعرض لكم هذا الحالة، حالة إنسانية ديال واحد سيدة اللي كانت مزوجة وتوفى الزوج ديالها هذه سنتين وخلالها ابن كيعاني اضطرابات نفسية أو مريض مرض التوحد، ما بقى لا كيخرج من الدار ولا كيدرج، كيبقى غير في الدار، لا ما هضراتوش ما كيهضرش، إلا ما وكلتوش يعني إلا ما دري مريض لدرجة أنه راسه دائما كيحرقو وعنده دقة القلب مرتفعة بزاف وعنده الحرق حتى في قلبه. هي الأم كتقول أنا عييت بالخدمة وكبرت وبغيت المحسنين يعاونوني ويقدموا لي المساعدة. لالا عاودنا مشكلتك من الأول. كان خدم غير في الموقف، ما بقيتش قديت نخدم، والولد عندي مريض، واش نخليه ونمشي نخدم؟ واش نجلس معاه؟ الا جلس ما كاين اللي يدخل علينا حتى حاجه، وبقينا هكا. شتي حالتنا كي دايره بنتي؟ طبعا شفت الحاله ديالكم، يعني حال الوضع صعيب وصعيب بزاف، لدرجه انه ما عندهمش حتى سداري، ما عندهمش حتى طبله فين يجلسوا حتى فين ياكلوا، ولكن للاسف ما كاينش عندهم الريزو في الدار، فاضطرينا اننا نخرجوا ونصوروا في الشارع. هنا الوضع، عاودينا حتى انا قلب الحاله، تعاودينا الوضع، كيفاش كتعيشي انت ولدك؟ انا عايشه بنتي، مره كنتعشى ومره كاع ما كنلقاو، كنسدوا علينا الباب ونجلسوا هاك هاك بلا عشاء بلا حتى. جالسين هاك هاك بنتي وصافي، عايشين غير عيشه ديال دي الوقت، الحمد لله على اللي عطانا الله، واني انا نصبر وولدي ما يصبرش، بغا ما ياكل وبغا واخا ما كيهضر، راني انا كنشوف حالته وشتي حالته كي دايره. الوضع صعيب. انت انا ولدك ما كيقدرش يهضر ولكن كتحسي به؟ الا جا الجوع ما كيقدرش يقول لك بغيت ناكل يا ماما؟ لا، قلت لي واش نعطيك تاكل؟ واخا يقول لي واخا هدرتو، يهدرني ما هدرتوش، ما يهدر ما يقول لي لا عطيني ناكل لا حتى شي حاجه، لا في الجوع ولا خصني ولا خصني لا حتى حاجه. اش كيقول لي؟ غير هذا المحل ما بقاش ما يخرج منه. انت كي جاتني الضيقه في غادي نموت امي يخرجني. الدار اللي ساكنين فيها دابا اللي كاريه فيها، يعني جات هي زادت ازمات الوضع ديالو، زاد الوضع ديالو. شنو كطالبه مامتي دابا؟ شنو بغيتي؟ كنطلب المحسنين يشوفوا من حالتي ويعاونوني، انا ما قديت لا على نخلص كرا ولا نجيب مصروف ولا نقابل داك الوليد. قلتي لي انك بديتي العذاب عشتيه وانت صغيره، ماتت الام ديالك وزوجك وانت ما في خباركش، جابوهاش قال لك لا تديه بالسيف عليك وديتو، ايوا انا بنتي كنعيش. مات وخلالك وليد مريض؟ مات وخلالي الوليد مريض، ما لقيت ما ندير دابا، واش حيلتي؟ الخدمه ما قديت نخدم، دروني ركابي، واش حيلتي نجيب لذاك الولد دواء؟ واش نوكلو؟ واش نشربو؟ الغالب الله. شحال تقريبا كيطيح عليك الدواء؟ الدواء كان كنت كنمشي دابا راه قطعتو ليه، ما لقيت باش نشري، كان كيطيح ليا ب 5000 ريال في الشهر، الثاني كيدوز ليا ب 7000 ريال، ما كيقول لك ردي، قلت ما لقيت باش نرد، وديتو لواحد الطبيب اخر عاونوني الوجوه، ديتو ب 9000 ريال دوز ليه، ما دار ليه والو داك الدواء. فاش ما كتلقاي ما توكليه شنو كديري؟ ما كنمشي عند شي مجاهيل اللي ما كان زعما اللي كنعرفو مزيان، كنقول عافاك عطيني شي حاجه نوكلها لولدي، راه الغالب الله ما لقيت لا اله الا الله. كتوصل بك لهاد الدرجه؟ كتوصل بيا حتى لهاد الدرجه، لا حول ولا قوه. كان نديه لعند اختو نقول لها خليه، ما لقيت ما نصرف، الغالب الله ما لقيت ما نوكل لهاد الولد، انا ماشي مشكل واني ولدي ما نخدمش. انت تصبري ولكن الدري صغير يعني ومريض، كون كان غير صحيح هو دابا لا عندك ولا ما عندك ولا ما عادش بهذا الشيء كاع اللي كتقولي كاع. ما فاهموش؟ ما فاهموش. شحال في عمره ولدك؟ 16 سنة. 16 سنة. كيبقى في ديك البلاصة اللي شفتها فيها؟ كيبقى في ديك البلاصة باش شتيها الليل ونهار، ما كيخرجش منها. وما جنابه ما طابوش؟ ما والو، كنقول لها ولدي واش ما طابو لك جناب؟ كيقول لي يا امي غير خليني، غير غطيني وخليني. مسكين. غير غطيني وخليني. من الصغر ديالو هو هكاك؟ من الصغر ديالو. ما كانش كيخرج كاع؟ مات باه كمل، كان شويه كيخرج بحال مشى للحانوت يتسخر ورجع، دابا لا، دابا هذيك هي بلاصتو النهار كله، كيقول لك الجيران واش هذا ولدك واش ما كاين كاع ما كنشوفوه، حتى ودي راه مريض. شنو رسالتك للمحسنين ذوي القلوب الرحيمة؟ شنو بغيتي تقولي ليهم؟ كنقول لهم يعاونوني، الله يخلف عليهم ويشوفوا من حالتي وحال ذاك الصبي اللي غادي يضيع، ما عندي حتى حاجه باش نكون معاه، هادشي اللي كنطلب منهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. واش هي قناة شوف تي في؟ هذه كانت حالة إنسانية ديال سيدة اللي كتستوجب علينا أننا نعاونها ونقدموا لها يد المساعدة بأقل يعني بقدر المستطاع. فهي عندها ابن اللي كيعاني اضطرابات نفسية أو مرض التوحد، اللي مرض التوحد من واحد الدرجة اللي حادة، يعني لأنه مبقاش كيخرج، ما كيخرج، ما كيتسخر، ما كيتحرك، ما كيهضر، ما حتى شي حاجة، إلى ما هدراتوش ما يهضرش، إلى ما كلاتوش ما ياكلش، إلى ما حركتوش ما يتحركش، كيبقى في بلاصتو وما كينوضش منها. الوضع فين عايشين او الحاله فين عايشين حاله صعيبه، صعيبه بزاف. فحنا حاولنا اننا نقلوها لكم عبر البث المباشر، لكن للاسف كان الريزو او الريزو ما سعفناش. ونتمنوا رسالتها توصل للقلوب الرحيمه وتلقى اللي يعاونها على الاقل انكم تبارطاجيو لا فيديو ديالها باش كما الله. احنا عارفين الحمد لله كاينين المحسنين وكاينين ذوي القلوب الرحيمه وكاينين الناس اللي يتفاعلوا مع هذه الحالات، ومن ضمنهم واحد الشخص اللي انا كنشكره دائما كيتفاعل، اللي هو من الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، اللي دائما كيشوف شي حالات اللي كنعرضوها كيتصلوا له وكيقول واش بصح ديك الحاله تستحق المساعده. كنشكره وكنتمنوا انه يكونوا بزاف ديال الناس بحاله. الى هنا نخليك الكلمه الاخيره، شنو بغيتي تقولي في التالي؟ كنطلب منهم المساعده، الله يرحم الوالدين، الله يخلي لهم وليداتهم، اللي عنده شي وليد يفكر ولدي في بلاصه داك الوليد، الله يسهل عليهم ويرحم الوالدين، كنطلب منهم المساعده. لا حول ولا قوه الا بالله. نتمنوا رسالتك توصل، ونتمنوا المحسنين انهم يتعاونوا معك، او لا على الاقل اللي ما قدرش يتعاون معك ماديا يدعي معك ويبارطاجي لا فيديو باش يقدروا يلقاوها ناس اخرين اللي ربي ميسر عليهم يعاونوك. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في، نقول لكم دمتم بالف خير، والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر يا رب.